صدق البضاعة. منو أنت؟ المفروض رجل عشرين السمكة هو اللي يكون موجود، هو لازم يجي. لا لا، ذاك ولد عمي، أنا راعي عشرين قبقوب. يعني منو غيري؟ تستهبل أنت؟ شو قصة ميولوك هذه؟ عشان ما تقول لي راس خشت العيش اللي تنكت علينا. شو نسوي؟ شكل كان شي حاليا، شكل تقول تاج مخدرات. تباني اخدرك بكف الحين؟ احترام للمشاهدين ما بسوي شي. المهم سلم الاغراض. يلا يلا. يعيبهم لوز؟ اي يعيبهم لوز، وبتم يعيبهم لوز. يبقى انا شكلي بتعامل يا حد غيرك. خلاص جرب هذا ويهي اذا حصلت سلامه مثل الناس من حد غيري. خلاص خلاص، امر الله. ايش اسوي؟ احمد ربك انا جايبينهم هاي تلعب فيهم، هاي الالعاب مو بتحفات فنيه حطيهم ديكورات. اه الله، يلا برايك. وومب ام، هاللعبة نزلت على جهاز لينيس في سنة 1991، وهي نزلت في اليابان قبلها بسنة ولكن باسم سايوكي وورد 2. الاختلافات راح نتطرق لها بعد شوي، لكنها مش اختلافات كبيرة تذكر. للعلم أنا ذكرت هاللعبة بشكل طفيف بالحلقة 56 واللي عن ألعاب ماريو غير مرخصة، واللعبة هذه من ضمنهم اللي الهاكرز شلوا مجسم الشخصية وحطوا مجسم ماريو من الألعاب الأخرى. وقلت اني ناوي اراجع اللعبه بشكل مستقل، وان الاوان حق الشيء هذا. خلنا نتكلم عن قصتها الحين. تتحدث القصة عن مقاتل يدعى بالنسر الطائر، هدفه الحصول على الطواطم المفقودة المتوزعة في المناطق الستة، ومن ثم القضاء على التمثال الشيطاني الذي يهدد المنطقة والعالم. بس هذه القصة، شو متوقعين بالله عليكم؟ قصة معقدة نصف فاينل فانتسي وميتل جير وعلى شاكلتهم؟ بالنسبة للعبة نفسها، اللعبة هي لعبة منصات من الجانب المتحرك، تتحكم بسورينج إيجل واللي معناها النسر الطائر. واللعبة ما وضحت شيء بخصوص اسمه الحقيقي، أو جايز يكون هذا اسمه بالأساس. أنا بختصر اسمه إلى النسر عشان ما نعقدكم بالأسماء. النسر مثل ما تشوفون من الهنود الحمر، وسلاحه الرئيسي هي الحربة أو الرمح يطعن فيها الأعداء. زر الإيه للقفز، وزر البيه للطعن. أنت تقدر تطعن بكامل وزنك للأسفل إذا ضغطت تحت أثناء القفز، وتقدر تطعن فوق إذا ضغطت فوق. إذا ضغطت فوق وتواقف على الأرض راح ترفع الرمح فوق بشكل أفقي فوق راسك، والفايدة من هالحركة أنها تحميك من الهجوم اللي يمكن يفاجئك من فوق، نفس الصخور أو ما شابه. هذه القدرات اللي أنت تقدر تسويها. بالنسبة للأشياء اللي راح تحصل عليها، في القلوب الصغيرة اللي تزود طاقتك على الرجع، والقلوب الكبيرة اللي تزيدها بشكل كامل، وفي عندكم رأس الرمح دورها الغرض انه يخلي ضربتك اقوى بشكل مؤقت. الخوذة تعطيك حماية وتخليك تاخذ ضرر اقل من المعتاد. الرمح لما تاخذه بيخلي رمحك اطول، مما يسهل عليك القضاء على الاعداء من مسافة ابعد، وهذا سلاح فعال جدا. هالشيء انا ما اعرف شو هو، بس شكله تقول ضرس اسنان طايح، يوم تشله يخليك منيع لفترة من الوقت قبل ما ترجع للشكل الطبيعي. وهذا على ما اعتقد فوانيس، اذا شليت واحد منهم بيزود من طاقتك بالشكل المقبول بعد ما تنفذ بشكل كامل، وتقدر تشل ثلاث فوانيس كحد أقصى، وإذا شليت الرابعة بتزود طاقتك بالشكل الكامل. أخيرا وليس آخرا، القنينات. ها
هذين لما تشل عدد معين راح يعطونك خانة طاقة إضافية، يعني كأنك تسوي نظام التلفيل. لازم تشل القنينات بشكل مستمر عشان تكبر عداد الطاقة. عشان تعرف كم باقلك من أجل الحصول على خانة إضافية، اضغط سلكت وبيقول لك كم باقلك. بعض القنينات تعطيك عدد جيد من نقاط الخبرة، والبعض الآخر قليل، وهكذا. المسألة تعتمد على الحظ. وعموما أنا أنصحكم أنكم ترفضون التحصيل، بمعنى التلفيل أو الجرايندينج بحسب المصطلح العام. من كل فترة وأخرى عليكم بالتحصيل، وكل مرحلة بتحصلون فيها بقعة مناسبة للتحصيل، والأعداء بيرجعون للظهور مرة أخرى إذا رجعتوا لنفس البقعة للمرة الثانية. بس طبعا اختاروا بقعة ما يكون فيها أعداء صعبين. والحلو أن اللعبة كريمة بشكل مقبول من ناحية الأغراض اللي تطيح من الأعداء، وفي بعض الأحيان تطلع أغراض مخفية بشكل سري تظهر لما تلمس منطقة معينة، بس طبعا لازم تكون حافظ أماكنهم. بشكل عام اللعبة كريمة من ناحية الأغراض اللي تطيح من الأعداء. طبعا خلنا نذكر أنك أنت تختار المراحل البحرية وتلعب فيها، مش أنك تلعب بالترتيب. هالفكرة مقتبسة من ميجا مان طبعا، ومعنات هالشيء أنك يوم تهزم رئيس راح تحصل على طوطم أو قدرة معينة تسويها بالحربة ماتك، وراح نجيب طاريهم بعد شوي. وإذا مت راح ترجع لشاشة اختيار المراحل وبتلعب المرحلة من بدايتها. نعم اللعبة من النوع هي تخليك تلعب من بداية المرحلة، بس إحقاقا للحق هي كريمة جدا من ناحية الأغراض، ويمكن ما تواجه مشاكل كبيرة. هذا بالنسبة للجيم بلاي، هو للأمانة جيد ممتع والتحكم ممتاز ويستجيب في أغلب الأوقات، ورسوم اللعبة جيدة وفيها تفاصيل حلوة. تعرفون لأي درجة؟ شوفوا شو يصير في الأعداء يوم تطعنون بالرمح. النص الطائر حرفين قطع الأعداء لنصين ببعض الأشياء. ما توقعته دموية بهالشكل. من هني الظاهر بدت الدموية بالألعاب. بس لاحظوا يوم النسر يموت كيف هو الآخر يتقطع. كما تدين تدان. بس حقيقة يوم تقطع الأعداء تحس الموضوع ممتع ويبرد القلب. بالنسبة للموسيقى فهي بشكل عام متوسطة، وفي كم لحن مستواهم جيد لكنها مش سيئة بشكل عام، والصوتيات لا بأس فيها. خل حين ندخل في رحلة المراحل والرؤساء ونفصل فيهم. أتمنى أنها ما تكون مزعجة نفس بعض الألعاب. أنت في البداية راح تلعب في مرحلة تعريفية، وهي عبارة عن مرحلة جبلية بسيطة في منطقة تمشي فيها بشكل مستقيم، وبعدين راح توصل المنصات اللي توديك فوق، بعدين راح ترجع لمنطقة المنصات العرضية مع شوك تحت. مش صعبة وراح تتقدم، بس على حظي القلب الكبير طاح في الشوك. ما أدري إذا يسوى إني خاطر وأشله وبعدين أصعب بسرعة يوم أكون في مرحلة تعافي. ما يسوى أشله وعالج نفسي وأخذت عوه مرة ثانية، خلي يجي بوي أحسن. يوم تتقدم انت راح تنزل على هالمنصات، ولازم تحذر من هالايادي، وفي نفس الوقت هالشواك يوم تنزل احرص انك تكون حذر. بعدين راح تتقدم في منطقة مستقيمة، وهني استغليت الوقت بالتحصيل عشان اقدر امشي حالي في المرحلة التالية. بتخلصها والمرحلة ما فيها رئيس. بعدين راح تدخل في شاشة اختيار المراحل. انا راح العب المراحل بالترتيب واجرب حظي. دشيت اول مرحلة وهي الغابة المقدسة. خل أنوه الأعداء باللعبة يعبروا عن بيئة المرحلة اللي راح تلعبها، والمخلوقات من الأساطير وكذلك الحيوانات. في البداية بتواجه الوحوش الغريبة، بعد لازم تنتبه من الخيزران المتساقط من فوق وتصدم بحربتك. بعد لازم تنزل من هالمنصات بحذر، وانتبه من العلاكب المزعجة، وبيطلع لك دب هائج تحت وتخلص منه. بتحصل طريق مستقيم تواجه فيه الأفاعي. البقعة هذه جيدة حق التحصيل، اقعد حصل فيها بالقدر اللي تحتاجه. راح تتسلق هالشجر من الداخل، واحذر الخيزران المتساقط للمرة الثانية أثناء صعودك، واحذر هالوحوش. بعدين بتوصل لمنصات خشبية وبتوصل لعلى الشجرة. بتتقدم بشكل بسيط وتواجه كم عدو، وبعدين تواجه رئيس المرحلة. سهل جدا، بس أنا ما أدري ليش يتعور. انتظر ألين ما يخلص من رمي الخيزران، وانتظره ألين ما ينزل وطعنه، واحذر من موجة الأوراق الحادة اللي هو يسويها. بيمشي هو على نفس الاستراتيجية، وبعدين راح تغلبه بسهولة
وراح تحصل على أول طوطم أو أول قدرة تخليك تسوي هجوم المروحة، واللي تخليك تكسر الصخور والجدران وتهزم نوعية معينة من الأعداء بسهولة. خل أنوه على شيء، يوم تخلص مرحلة ما راح تقدر ترجع لها أبدا. اللعبة مش نفس ميجيمان، مما يعني أنك لازم تحرص على عثور مكان مناسب جدا بأحد المراحل من أجل تحصيل. المرحلة التالية هي اختبار النار، عادة تمشي الأسماء الغريبة. هذه مرحلة بركانية مثل ما هو واضح. يا أخي يا كرهي للمراحل البركانية، لأن دائما ما يكون فيها منصات وتحتك الحمم البركانية اللي يمكن تطيح فيها. صار هالشيء شائع في عدد كبير من الألعاب. على كل حال، في البداية راح تتقدم وتستمر بالقفز على المنصات. احذر من هذه الصخور المتدحرجة وحاول تتفاداها. بعدين راح تدخل جبل ولازم تقفز على المنصات المتهالكة، واحذر من الطيور النارية هذه. إذا ضربتها راح تتفتت للنيران واللي راح تسببك الضرر. يوم تدخل داخل لازم تستمر بصعود السلالم وتتقدم فوق، واحذر هالنيران وكذلك الصخور المتساقطة وكذلك الأعداء على شكل فطر. هالمنطقة يمكن تكون مناسبة للتحصيل. أنا كنت محظوظ وحصلت على قلب كبير لحسن الحظ. بتوصل لقمة الجبل وبتواجه المزيد من الأعداء والقفز على المنصات. راح توصل لرئيس المرحلة، هو عبارة عن غيمة سوداء تتحرك بشكل دائري، وبعدين يطلع منها الرئيس ويقفز قفزات عشوائية ويرجع يدخل في الغيمة. مش رئيس صعب لو عرفت خطته. مع مرور الوقت راح تغلبه وتحصل على القدرة النارية، وهي تخليك تطلق النار من رمحك وتقتل بعض الأعداء وتذيب بعض الجدران الجليدية. المرحلة التالية هي الطقوس الجليدية. ما دي شو دخل الطقوس، بس مشو. في بداية المرحلة انتوا لازم تنزلون تحت من هالمنصات واحذروا من المنصات الشوكية بالإضافة لهذه الأيادي. بعدين بتوصلون جزئية اللي لازم تهزمون فيها عدو معين عشان تنفتح الأرضية تحت. حاولت أنا، مت. زيادة الصعوبة شيء بديهي بالألعاب، بس الصعوبة مش تعجيزية، انت راح تتعلم مع مرور الوقت. هزم العدو هذا بتنفتح الأرضية، بعدين بتدخلون في ممر مصغر وبتدخلون في منطقة أخرى لازم تنزلوا منها. هني انت حرص انك تطعن الأسفل، وعلى فكرة هذه منطقة ممتازة جدا للتحصيل وبتحصون بالهبل. صح انكم بتتعورون من فترة لأخرى، لكن راح تحصلون على طاقة عاجلا أم آجلا. في هالجهة أنا استخدمت أحد القدرات اللي أنا حصلت عليها عشان أستمر بالتقدم. بعدين دشيت في ممر مصغر تحصلون فيه أعداء بسيطين، ألي ما نزلت في حفرة وواجهت رئيس المرحلة. هو يناقز، ولما تضربه لازم تضربه بالوقت المناسب عشان يوم يقسم نفسه ما تتعور منه. بس أنا ما أدري ليش ما أضربه بالوقت المناسب. على كل حال قدرت أهزمه وحصلت على قدرة الغيمة. اللي عن طريقها أقدر أطلق غيمة وأطير عليها، وهي مفيدة جدا في الوصول للأماكن اللي ما تقدر توصلها. المرحلة التالية هي الجرف السري. هالمرحلة واجهت فيها صعوبة كبيرة، وللحين هذه أصعب مرحلة فيهم. صعب تسوي مهمة التحصيل فيها بأريحية، وبياخذ الموضوع وقت. المشكلة إن أرضيتها تخليك تنزلك، وأنا ما أشوف أرضية جليدية. شو اللي يخليني أنزلك؟ حتصاب زين تحت. أنا عانيت شوي بهالمرحلة، وهالفارس ما أقدر أهزمه وحرفيا بهدلني. تعرفون شو لازم نسوي؟ ما لازم أتكلم. لا 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 لا، ما أقصد أستخدم الشيء هذا، شبافي. لازم أتعلم من أغلاطي وأركز. في بداية المرحلة راح تصادفون هالتنانين. أنا غلطتي إني كنت أهاجمها، بس لازم أنتوا تتجاهلونها، وبعدين هي بتشرد. بعدين بتواجهون أعداء اللي تقول دمى خشبية تتحرك عن طريق الخيوط. هزيمتها مش صعبة إذا عرفت مدى سرعة حركتها. احذر من هالألغام ونط من فوقها واحذر العوائق. بعدين لازم تصعد بالسلالم فوق، واحذر هذه الصخور أو الكرة المتدحرجة بالإضافة إلى دمى. بعدين بتصادف طريق مستقيم لتواجه فيها الفارس. استخدم سلاح المروحة وبيموت بشكل أسرع. بعد ذلك لازم تصعد فوق عن طريق هالمنصتين اللي راح يرتفعون بشكل بسيط كل ما وقفت عليهم البرهة، ولازم تقفز بتوقيت مناسب ولا راح تطيح. ما أشوف إن لها داعي الصراحة، مجرد حشو. راح توصل المنطقة اللي راح تركبون فيها على منصات مع أرضية شوكية، وقفزوا بالوقت المناسب. وراح توصل بعدين لرئيس المرحلة،
اللي هو عبارة عن الكرة تتحرك بشكل عشوائي وتلازم تضربها بالوقت المناسب يوم تكشف الكرة عن نفسها وتحذر في نفس الوقت من هجمتها. شوي عانيت مع هالرئيس ألين ما اكتشفت أن سلاح المروحة فعال جدا وياه ويسبب ضرر أكبر عليه. قدرت أهزمه وخلص المرحلة وحصلت على القدرة اللي تخليك تطلق الحربات. ومش بس هذا، الحربات تعلق على الجدران وانت تقدر تركب عليها عشان تصعد فوق. مرت علي لعبة نفس الفكرة، شو كانت؟ صح كواكشوت. المهم خل نكمل. المرحلة التالية هي مرحلة اختبار الماء. طبعاً مراحل الماء بعالم الألعاب لازم تكون مزعجة، صح؟ هاي الكلام في الحقيقة ما ينطبق على هاللعبة. أنت بتدخل في بركة الماء وتواجه هالخطابيط اللي هم سهلين. في آخر منطقة قعدت أنفذ التحصيل من باب الحيطة. بعدين راح تنزل من هالمنصات وتواجه أعداء من الحلزونات واللي هم سهلين. بعد ذلك بتغوص في بركة ثانية وتواجه أعداء مائيين اللي أشكالهم غريبة. راح تركب هالمنصات وتلاقي المنصات الجليدية، احذر هالموجات اللي تدفعك لأسفل. بعدين بتمر في طريق ثلجي وتقدر تستخدم فيه الهجوم الناري عشان تذوب بعض الطوابيق وتهزم بعض الأعداء. واجهت رئيس المرحلة اللي هو عبارة عن ضفدع يطلق طلقات مائية. في البداية ما عرفت خطته، للمشكلة هو يمشي ويطلق ألين ما اكتشفت أنك لازم تركز على الهجمة العلوية أكثر من الأمامية. قدرت أغلبه في النهاية وحصلت على القدرة الجليدية واللي دورها تجميد الأعداء. بس باقي لنا مرحلة واحدة ونخلص. المرحلة التالية في الغابة السحرية. هذه طبعا مرحلة في غابة، بس غابة مظلمة وتواجه أعداء غريبين نفس الفيرة الطائرة. وطبعا شيء طبيعي أنك راح تشوف أزهار سامة ونشوفها بألعاب عديدة. بعدين راح تنزل بهالمنطقة. شفت هالمنطقة بسيطة وبالتالي سويت فيها عملية التحصيل. قاعد أقاتل حلزونات ولازم تضربهم في الوقت يوم يكونون خارجين من قوقعتهم. بعدين شو هذا اللي تحت؟ حمض بركانية، بركة حمضية، عصير فراولة؟ من يدري؟ انت اقفز على السعوف الأشجار هذه وتقدم بسرعة. بعدين سويت عملية تحصيل أخرى سريعة. لازم تستمر بالصعود عاليا بهالمكان وحاول تركز على الزهور الهندباء هذه وتصعد عليها بالوقت المناسب. بعد ذلك راح تدخل في منطقة مستقيمة، وهذه منطقة جيدة حق التحصيل هي الأخرى. بشكل عام هالمرحلة ممتازة حق التحصيل. بعدين بتوصل لرئيس المرحلة اللي هو عبارة عن يرقة تحاول تسحقك، اضربها بالوقت المناسب. بعدين اليرقة بتطلع من الفراشة، هي تتحرك بسرعة وتطلق في الزوايا فقط، اضربها بسرعة في الوقت المناسب. هي بعدين بتزيد سرعتها وتصير شوي أصعب، لكنك في كل الأحوال راح تغلبها بكل سهولة، وهي رئيس سهل جدا. راح تحصل بعدين على قدرة العنكبوت وهي تبعد الأعداء. دام إن في طوطم إضافي معناته إن في مرحلة أخيرة، المفروض أتوقع الشيء هذا. أنت راح تحصل على قدرة إضافية على شكل تنين وتصعد للسماء. خلنا نتكلم حين عن المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة فوق السحاب، وعلى ما يبدو الأضية غير ثابتة. احذر الجزئيات المتوهجة هذه لأن راح تسعقك. بعدين بتدخل في منطقة بين الأعمدة واللي تجاوزها يمكن يكون شوي مزعج، لأنك راح تضطر تستخدم القدرات المساعدة عشان تتقدم، وكل شوي راح تبدل بينهم. بعدين راح تتقدم فوق عن طريق الارتداد من الغيوم. هالمنطقة يمكن تكون صعبة حق التحصيل من بعد الضابة اللي كليته مسبقا، لكن ركزوا على هالجزئية بهالمنطقة وقعدوا حصلوا فيها بالقدر المستطاع. بعدين بتدخلوا المنطقة اللي لازم تعبرون فيها هالأعمدة الجليدية، بعدها جزئية المنصات اللي يمكن تكون مزعجة. أنا ما أعرف شو الأشياء اللي تحت، بس لازم أحذرها. لا ها؟ هالحركة هي الأخرى من الحركات الغثيثة في عالم الألعاب، تطيح في مكان وتعيد كل شيء من أول. على كل حال تقدمت ولقيت نفسي في جزئية شبيهة بالجزئية اللي كنت فيها من شوي. هالمنطقة مش مناسبة أبدا للتحصيل، لكنك كنت محظوظ وحصلت على فانوس مخفي. بعدين بتدخل في غرفة عديمة الجاذبية بتطير فيها
عشان تروح لجهة معينة لازم تضرب العكس، وراح تطلق عكس الجهة اللي تضربت فيها، وتقعد ترتد ألي ما توصل للمكان التالي. منطقة مزعجة شوي ويبالها تركيز. منطقة منصات أخرى وهالمنطقة أهون عن سابقتها، وتقدر تسوي التحصيل فيها بسهولة وتزود طاقتك، والحس الحظ حصلت على فانوس إضافي. بعدين راح تدخل في ممر تشوف فيها الأعداء النطاطين وخلك حذر منهم. بس لحظة، ركزوا على أعداء المرحلة. لاحظتوا؟ الأعداء هم نسخ مصغرة من رؤساء المراحل اللي واجهته مسبقا، فكرة مميزة وأحسن من أنك ترد قاتلهم بعد مرة. عموما قبل ما توصل للرئيس الأخير اتأكد أن يكون عندك 3 فوانيس. يمكن تمشي حالك ب2 بس الأضمن أن يكون عندك 3. راح تدخل غرفة الرئيس وتشوف التمثال الشيطاني يرسلك الأعداء من الفرسان واجهته في المراحل القديمة. بعد ذلك راح تقاتل قتال نهائي. احذر هالمنصات الحارقة والطلقات اللي يطلقها الرئيس، ويختفي وانتقل لمكان آخر. إذا هاجمت بالرمح ما راح تنقص الكثير من طاقته. استخدم ضده القدرة الأخيرة واللي هي قدرة التنين، يخليك تطلق طلقة تنقص أكثر من طاقته. بس حط في بالك شيء، لما تستخدمه هو بينقص من طاقتك أنت بعد. لهذا السبب قلت لك احرص أن يكون عندك عدد كافي من الفوانيس عشان ما تموت بسبب كثرة استخدامك لقدرة التنين. حاول أنك ما تتعوم بضربات الرئيس قد ما تقدر، واضربه بطلقات التنين. مع مرور الوقت راح تقدر تقضي عليه أخيرا وتدمره. النسر الطائر يعيد الطواطم المفقودة لمكانها ويزدهر المكان، وهو يشكرك على الشيء هذا. نهاية بسيطة، شو متوقعين؟ على كل حال خلنا نستعرض لكم النسخة اليابانية من اللعبة قبل ما ننتقل للانطباع النهائي. هذه النسخة اليابانية واللي هي سايوكي وورد 2، ومثل ما تشوفون هي مختلفة من ناحية الشخصية الرئيسية، بالإضافة لاختلاف الأيقونات والأغراض اللي تحصل عليها، من غير أنهم غيروا شكل بعض الأعداء بشكل طفيف. طبعا أقصد اختلاف شكلي. أنت هني بتلعب بالسون ووكينج بدال النسر الطائر، ما تفرق هالنسخة عن النسخة الغربية، وتلعب النسخة اللي تناسبك. أوكي، رأينا هاي الحين. لعبة ووب ام بصراحة مش لعبة سيئة، وهي لعبة جيدة بشكل عام. إذا أنت لعبتها لأول مرة بدون ما تعرف كيف تلعبها بشكل صحيح راح تشوف اللعبة صعبة عليك، لكن إذا فهمت طريقة لعبها واكتشفت أن التحصيب اللعبة يساعد بشكل كبير راح تقدر تخلصها. اللعبة ما بتكون لها الدرجة من الصعوبة. لو تكلمنا عن عيوبها، بصراحة العيب الوحيد اللي شفته هو عدم وجود نقاط التوقف، وإذا مت راح ترجع لشاشة اختيار مراحل وما في حيوات. صح أن عندك عدد لا نهائي من المتابعات، بس ما يسوى عليك أنك تعيد المرحلة من أول. اللي يشفع ويسهل عليك المهمة نفس ما قلنا هي عملية التحصيل اللي مش أي حد يمكن يكتشفها. العيب الثاني هو الليفل ديزاين أو طريقة توزيع المرحلة، مش متعوب عليها وايد. يعني أنت تارة تشوف درب مستقيم وبعدين منصات فوق، وبعدين درب مستقيم مع حفر ومنصات مصغرة، بعدين منطقة عمودية تنزل تحت، وهكذا. بس عموما هي مش بهالسوء. نظام اللعب ما زال ممتع والتحكم ممتاز ويستجيب بشكل جيد، والساوند تراك نفس ما ذكرنا لا بأس فيه، بتحصل كم لحم جيد من الجواهر المخفية اللي تستحق التجربة. هذا كل شيء، ونشوفكم إن شاء الله مع جواهر مخفية أخرى.